لكن كان توجيهات فخامة الرئيس ان احنا طبعا يتعمل تطوير شامل للمدينة بحيث تبقى مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة، بحيث تعبر عن طبعا اهداف هذا المؤتمر وفكر المؤتمر، ان هو بيتكلم على ازاي ان احنا كعالم كله نتعامل مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق افكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة. الحقيقة امبارح طبعا كان بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعمل في مطار شرم الشيخ، والحقيقة هو تطوير كامل، وفي صالة كاملة جديدة تم إضافتها ورفع كفاءة الصالة الأولانية، بحيث النهاردة أصبح مطار شرم الشيخ قادر على استقبال أكثر من 10 مليون سائح على مدار السنة، وده طبعا رقم كبير جدا لنتيجة إن شاء الله تخطيطنا ان مدينة شرم الشيخ هتستوعب المزيد من اعداد السياح في الفترة القادمة. الحقيقة يمكن اتمنيت على توافر كل الخدمات اللي هتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة، بدءا يمكن انا عايز اقول، ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل، برفع كفاءة الممرات او الران واي بتاع المطار، بحيث بقى هيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاثنين مع بعض، وده يبقى زيه زي اي مطار عالمي على اعلى مستوى في اي حته في العالم. وطبعا مع صالات الانتظار والوصول والاستقبال والسفر كل ده بيتعمل بطريقه اكثر من رائعه، دخول السياح الكاونترات اللي بتستقبل تم مضاعفتهم كأرقام، بحيث يبقى عندنا منظومة كاملة يقدر السائح يعني بأسرع وقت ممكن يخرج من المطار بأفضل طرق للاستقبال وتقديم الخدمات. الحقيقة يمكن امبارح أيضا كان تركيزنا طبعا على منطقة مركز المؤتمرات الرئيسي اللي هيتعمل فيه المؤتمر نفسه، وتفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك، من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، واللي هتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية، ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك. وعايز أقول إن يعني الحمد لله، ودي نقطة مهمة جدا، يعني نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهامة، عدد الراغبين هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين، وده ادانا طبعا تحدي ان انا مضطر ان انا استوعب كل الأعداد، ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس، كل اللي عايز ان هو يشارك في هذا المؤتمر لازم ان احنا نوفر له أماكن وما نعتذرش لحد، وبناء على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي هتبقى متاحة، ودي طبعا هتبقى مسطحات يا إما دائمة أو مؤقتة ممكن إن احنا نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله. المنطقة المهمة جدا أيضا ما يطلق عليها المنطقة الخضراء، ودي المنطقة اللي بتخص المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني سواء في الخارج أو في الداخل، بحيث إن هو طبعا مهم جدا، وإحنا هناك حرص شديد جدا على وجود أكبر حجم من مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية عشان تشارك وتبدي بآرائها جوه أثناء فعاليات هذا المؤتمر. فبالتالي برضو كنا تفقدنا كل الأعمال الخدمات اللي هتبقى موجودة والأماكن اللي بتم النهاردة تنفيذها، وتأكدت ويمكن وده كان يعني توجيه لكل الجهات اللي احنا بتنفذ إن شاء الله على يعني فترة زمنية لا تتجاوز الشهر نكون منهيين كل الأعمال، عشان يبقى عندنا الفترة بعد كده اللي هو أعمال اللوجستية والتنظيمية من أول بداية شهر أكتوبر لغاية بداية انعقاد المؤتمر في نوفمبر، دي فترة فقط لأعمال التنظيم والتشطيبات النهائية فيما يخص الأعمال اللوجستية. فدي كانت الحقيقة امبارح كانت جولة يعني كبيرة جدا. النهاردة طبعا مع السادة الوزراء شرفنا بتفقد بقى كل أعمال التطوير اللي بتتم في المدينة نفسها طبعا برفقة سيادة المحافظ، والحقيقة يمكن حجم عمل يعني احنا بنعمل تطوير نوعي شامل لمدينة شرم الشيخ في كل شيء. ويمكن يعني الزملاء امبارح انا عايز اتكلم على ان احنا ازاي بنحول مدينه شرم الشيخ لمدينه ذكيه. يعني عندنا الحقيقه امبارح شفنا منظومه التاكسيات الجديده اللي هتبقى موجوده. هنا عندنا اكثر من 717 تاكسي هيبقوا اللي موجودين كل المدينه النهارده، منظومه التاكسي اللي هتبقى موجوده عشان حضراتكم بس نبقى متخيلينها. كل تاكسي فيه نظام تتبع
بحيث يبقى عندي أنا مبنى مركزي ووحدة مركزية على مستوى شرم، أنا شايف كل مركبة بتتحرك، التاكسيات هنا أنا بتكلم على التاكسيات، عارف مكانها بتتحرك فين في اللحظة، في أي لحظة وشايفها. والأهم جوه كل تاكسي في كاميرا داخلية بتقدر النهاردة عشان نبقى مطمئنين إن أي سائح أو أي راكب موجود بيبقى يعني في أقصى درجات الأمن والأمان، في منظومة كاملة للعداد الدفع، وده بيبقى حتى بنظام الكريدت كارد ممكن بيدفع قيمة السداد أجرة التاكسي بالمكنة اللي هي بتسحب الفلوس من خلال الكريدت كارد، منظومة كاملة حتى نقدر إن احنا نوجه السائق وهو بيسوق من المركز من المبنى المركزي، نقدر نكلمه ونقول له لو في أي مشكلة نقدر نتعامل معاها بصورة فورية. جنبا إلى جنب مع هذا الموضوع في منظومة جديدة بنحطها يمكن شرم الشيخ هتبدأ فيها كأول مدينة تطبق، منظومة خدمة الدراجات، اللي هو إن المواطنين هنا والسياح يقدروا ياخدوا الدراجات التشاركية، يقدر ياخدوها وحضراتكم شفتوها من معانا، بيقدر يركب الدراجة، وفي مسارات بقت محددة موجودة النهاردة في المدينة لمسارات الدراجات، يقدر المواطن أو السائح ياخد هذه الدراجة وبرضه بيدفع بنظام الكروت، ويقدر ان هو ياخدها وبيتركها في اي مكان لو هو عايز، لان احنا برضو هذه الدراجة عليها نظام تتبع، ونقدر من خلال الشركة اللي بتدير هذا الموضوع نقدر نجيب الدراجة من اي مكان. دي منظومة النهاردة بقت هتبقى موجودة كبيرة جدا فيما يخص هذا الموضوع. طبعا برضو تفقدنا منظومة الحقيقة محطات شحن السيارات الكهرباء اللي هتبقى موجودة، 18 محطة شحن ب 36 نقطة شاحن، دي للسيارات اللي هي الملاكي، ويمكن احنا شفنا برضو اول مجموعة من السيارات اللي هتبقى متاحة برضو للاستغلال اثناء المؤتمر، في عدد كبير جدا يمكن انا مش عايز اقول مئات السيارات اللي هتبقى متاحة اثناء المؤتمر، كلها عربيات كهرباء هتبدأ انها تستغل في اثناء المؤتمر برضو حركة تنقلات المشاركين في المؤتمر. ايضا طبعا تفقدنا محطة الشاحنات الرئيسية، احنا عندنا هيبقى فيه 260 اتوبيس جديد سواء بيعملوا بالغاز او بالكهرباء، ودي برضو منظومة عشان منظومة بيئية، وكل دول هذه الاوتوبيسات بتتبع المعايير البيئية في عملية السير والحركة، لان زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مدينة خضراء بالكامل. حتى تفقدنا يمكن زي ما حضراتكم شفتوا اعمال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي، في يمكن كانت عندنا بحيرات الاكسده، ودي بحيرات اللي احنا كنا بنصرف عليها ميه الصرف الصحي المعالج، واصبحت النهارده زي ما حضراتكم شفتوا معانا مكان ل يعني الطيور وهجره الطيور المهاجره، وكان الحقيقه منظر جميل جدا، شفنا يعني طيور لاول مره بتبقى يعني بتقف في هذا المكان، ويمكن يعني كان تاكيدي مع كل الزملاء ان احنا دايما نضمن اعلى مستوى من معالجه المياه عشان نطمئن ان ده لسلامه الطيور وسلامه البيئه، لان دي هتبقى لوحدها مقصد سياحي ان السياح يجوا يتفرجوا على الطيور وهي بتبقى موجوده في هذه الفتره من فترات السنه. الحقيقه يعني اتعمل اعمال تطوير هائله في الممشى السياحي زي ما كم شفتوا، منطقة خليج نعمة يعني عندنا 6 كيلو كاملين هيبقى فيهم مسارات كلها عبارة عن أماكن للمشاة، برجولات، أماكن محلات للتقديم المشروبات والأطعمة والمنتجات المصرية المميزة، هيبقى في أماكن للفرق الفنية المصرية تؤدي فيها فقرات فنية على مدار المؤتمر، بحيث يبقى الحقيقة إن شاء الله هذا المؤتمر بإذن الله يبقى يعني وجهة حضارية نسوق بيها مصر سياحيا للعالم، ونوري بيها حجم اللي بيتعمل في مصر من مشروعات تنموية، وده الهدف الرئيسي من هذا الموضوع. الحقيقة برضو الصبح الحقيقة أنا انتهزت فرصة وجودنا في شرم الشيخ وقعدنا مع كبار المستثمرين المصريين الوطنيين في قطاع السياحة، ويمكن اتكلمنا على حجم الدعم اللي الدولة المصرية قدمته لهذا القطاع على مدار السنين اللي فاتت في ضوء الأزمات اللي واجهها هذا القطاع، وأيضا اللي مستمرين في يعني الدولة في إنها تديه للسائحين. والحقيقة يمكن أنا لقطاع السياحة، ويمكن هنا كان كلامي بمنتهى الشفافية والمكاشفة مع كل المطورين السياحيين والقطاع الخاص المصري، إن مصر لديها القدرات هائلة في هذا القطاع، والدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه من بنية أساسية، من إجراءات تيسيرية، من حوافز، من كل الخطوات اللي من
معناها ان احنا نشجع هذا القطاع على التضاعف. لان اذا كنا النهاردة بنتكلم ان الحمد لله عندنا صحيح بالرغم من كل الازمات بقى عندنا 11 مليون سايح، وده تقريبا بقت الارقام قبل ازمة كورونا، ولكن احنا طموحنا مضاعفة هذا العدد وفي خلال فترة زمنية بسيطة. فإذا كان النهاردة كانت إيراداتنا بتيجي من السياحة في حدود 11-12 مليار دولار سنويا، أنا بتكلم مع السياح النهاردة مع القطاع النهاردة الخاص والمطورين عن إن إحنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة. وبالتالي كان طلبت منهم إن هم يتحط خطة تنفيذية واضحة تماما بمستهدفاتهم ومتطلباتهم من الدولة عشان تعملها لهم عشان نصل إلى 30 مليار دولار في خلال سنتين ثلاثة من النهاردة. وهنا بتكلم حتى لأن دي يمكن تبقى لتوجيهات فخامة الرئيس إن احنا نعقد مؤتمر اقتصادي كبير ونناقش فيه كل الرؤى الاقتصادية للدولة المصرية، إن ده يبقى جزء من هذا المؤتمر وإن هم يعرضوا من وجهة نظرهم إزاي نضاعف من عوائد السياحة في خلال الفترة القادمة. ده أنا مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن طبعا أنا حابب إن أنا أنتهز الفرصة إن أنا أوجه كل الشكر لكل الحقيقة المؤسسات اللي في الدولة النهاردة اللي بتعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة علشان فعلا نواجه هذا التحدي بالخروج بهذا المؤتمر بأعلى مستوى من التنظيم. طبعا محافظة جنوب سيناء الحقيقة يعني بتنسق كل أعمال الجهود التنمية اللي بتحصل، ولكن طبعا أنا حابب أشكر الحقيقة القوات المسلحة والهيئة الهندسية ووزارة الداخلية وأيضا طبعا وزارة النقل، وزارة الطيران، وزارة الإسكان، وزارة البيئة، يعني وزارة الكهرباء، يعني الحقيقة كل وزارات الدولة النهاردة بتشتغل معانا على ان ازاي ان احنا نطور المدينة بالكامل بأسرع وقت ممكن علشان ان شاء الله تخرج في يوم الافتتاح بأبهى صورة بإذن الله. وشكرا لكم.